أعلن الأسطول الروسي في البحر الأسود أن سفن البحر الأسود الروسية أجرت تدريبات لصد هجمات الطائرات بدون طيار. وأوضحت وكالة أنباء تاس الروسية أن أطقم السفن التابعة لأسطول البحر الأسود أجرت تمرينا لحماية القاعدة البحرية والمنشآت المدنية في مدينة سيفاستوبول من هجوم طائرات بدون طيار، مضيفة أن البحارة تدربوا على كشف وضرب وسائل الهجوم الجوي للعدو، ليس فقط باستخدام معدات السفن والأسلحة المضادة للطائرات، ولكن أيضا الأسلحة الصغيرة وأنظمة الصواريخ المحمولة في نقاط الدفاع الجوي.